Coucou les filles, bonjour, bonjour, salam alaikum, moucharakoum, inchallah kamel bkhir hanin. Nantouma tchoufou fla vidéo taï. Alors les bnat, lyom, jit m'akoum, jit m'tala alaikoum avec une routine. Routine, t'as une journée avec moi, fid dar. Voilà, n'dna m'a sbah comme... كما كاع لي فام الجيريان حلوا هذيك الطاقه شويه تتهوى الدنيا خرجوا هذاك الفرش تاني كيتشمس يتبدل الهواء عليه حليت الطاقه تاع لا شومبر هذه قبل ما ندير كلش البنات نخرج الفرش نبدا بها نحل الطاقه باش ما نعاودش نولي ليها وهنايا دخلت للسال دو با الوغ هنايا خديت معايا لو جيل نيتوايون اللي راني نستعمله اون سو مومون تاع لوريال يعني هذا صافي عندي شحال هو عندي او قريب يخلص ا باز دو شاربون سي ان جيل نيتوايون ما نستعملوش كل يوم نبدل كل خطره واش نستعمل مليح سافا اني با مال نستعمل مع هاد لابغوس هاد لابغوس مليحه بارطون الي بيان تستعملي بها الكوماج تقدري تستعملي بها لو جيل نيتوايون شنو ماشي كل يوم بيان سور الكوماج نهار اللي ديري الكوماج لو جيل نيتوايون نو انا نستعملها دو فوا باغ سيمين كي نشوف نحس بلي وجهي حب صديق باش نغسلو بيان اي تو نستعملها على فان ندير هاد لا كريم تاع اولي اون كريم ايدغاتون جوست اون كريم ايدغاتون البنات ريحتها شابه مليحه اللي ضغط بيان لا بو نستعملها كوم راني في الدار صبيحه هاديه الوغ استعمل جوست ان كريم ايدغاتونت هنايا تاني دخلت الكوزينه جي بريباري دي بيتي ديجوني هكا خفاف طيبت لاتاي طيبت لاتاي لله النعناع انا نحب بزاف لاتاي البنات يعني من المشروبات المفضله عندي لاتاي يعني لاتاي هو الاول فوالا الوغ درت الشوب تاعي هذا عمرتو بلاتاي سخنتو درت تانيك مورسو تاع الخبز درتو في لو فور جست تحمر درتلو شويه زبده وهنايا تانيك حكمت حبيبه تفاح قطعتها نحب ناكل هكذا دي فخوي كاين كيلكو فخوي اللي نحب ناكلهم مع الصباح وملاح لي فخوي البنات مع الصباح سي تري بون مليح تاكلو لي فخوي مع الصباح لي بانان ولا هكذا تفاح ولا يعني يقول لك نيمبورت كيل فروي مليحين تاكل مع الصباح ميو كي تاكلو هكذا مور العشاء و يفخوي ملاح تاني هكذا مع الصباح وهنا جست لا شامبر سكنت لها الفراش نسكن في لاكوس تاع تاع لو بانك وحليت الطاقه كيما خليت وريت لكم قبل نخليها هكذا محلوله هنا ندوز ان شيفون على لا بوسيير هذيك لاكوافيس تاعي جوزت لها جوست من الفوق تاني شيفونا هكذاك بلو برودوي نحي جوست هذيك لا بوسيير وهنا نجي للصالون الوغ انا عندي هاد الصالون كبير وفيه لو فوتي هذا وفيه لا تيلي صدق نقعدو فيه نجوزو فيه بزاف يعني وقتنا كاع نجوزوه في هاد الصالون عندنا لا تيلي فيه لا تيلي تما نقعدو نشوفو نسهرو نحبو نديرو سهرة هكذا في الليل ونحبو نشوفو ان فيلم ولا نقعدو هنا تسمى الوقت وقت بزاف لي نجوزوه في الصالون وفي الليل كي نكونو حاين نرقدو نروحو هكذاك لي شومبر نخلو هكذاك صالون كيما كنا مكسلين فيه كيما كنا قاعدين فيه نخلو سكيفي كل يوم صباح لازم نضرب طلع على صالون نسقمو نشوف كاش حاجة ماشي في بلاصتها نردها ديفا تيكون الما ديفا تيكونو كيسان وتعرفو انا قاعدين في السهره نجيبو الماء ولا كاش حاجه كيفي نخملو شاك جوغ نخملو نرجع هكذا نرتب لي كوزان تاعي ننفضهم نشوف كاش حاجه هكذا ماشي في بلاصتها كيما قلت لكم نرجعها وعندي لو بروبليم تاع لا بوسيير هنا البنات بزاف عندي لا بوسيير سي فري عندي الموبل بياض اي تو مي لا بوسيير بزاف كوم زغ الحومه اللي نسكنو فيها فيها بزاف لي طرافو فيها بزاف الناس اللي تبني فيها طول طون هكداك تشوفوا لي كاميون سيمون يجي برمال الوغ طول طون طول طون كاين لي طرافو ميم الارض ماشي ماسكي في الغبره ما نحكي لكمش لي ريدو لازم نحيهم اشاك فوا
تواقي يتغبروا فاسيلمون، الدنيا تتغبر هنا تانيك فاسيلمون، سورتو 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 صالون لا كويزين، باسكو لا فاسات تاعهم جاي على هاد الطريق، على الطريق الكبيره، سكي في توجور توجور كاين الغبره. الوغ انا واش ندير، شاك دو جور نجوز هكا الشيفون، نحكي من الشيفون ميكروفيب، ندير فيه شويه برودوي، نيمبورت كال برودوي تقدروا تستعملوا، برودوي اللي الواحد يستعمل صديق البرودوي اللي يحبو، ولا هذوك الخلاطات اللي كامله انا نعرفوهم كيما حبيتو، جوست ما نديرش على على المبل، ندير في الشيفون تاعي شويه هذوك لي برودوي. الا درت برودوي ناتوريل معليش، مي كي نكون شريت كاش برودوي من برا ولا نديرو جوست على الشيفون، واني نمسح بيه لا بوسيير هكذا كيما قلت لكم، شاك دو جور ولا 3 جور نجوز هكذا يعني الغبرة على على كامل لي سورفاس اللي عندي، فوالا لي طابلو ولا سوا طابلت على تيلي ولا نيمبورط كال تخيك عندي نعرفو بلي شت الغبرة. ميم لو ال تاعي من اللور فيه تانيك هداك لو سكاي هداك تاني كيشد الغبرة اون بلوس نواغ، هداك تاني طول طون نجوزلو هكذا، نحكي الشيفون ما نخلي حتى سورفاس في الصالون، كوم سورتو الصالون كوم كومي تواقي صديق يطلع على هذيك الطريق، الوغ الغبرة طول طون فيه. هذه طابلة تاع صالا مونجي تاني دوزت لها كيما قلت لكم، ندوز ونرجع الفاز والدوزان هكذا في البلاستون، على طابلو باس تاعي تاني دوزت لها مسحتها هكذاك، ونرجع لها هذا النابخون تاعها، نرجع لي زاكسيسوار فوالا لي بوجي هادوما لي كنت دارتهم نردهم في بلاستون، ونمسح كلش ونحل تواقي باش يتهوى لي الصالون ديالي ونخليه فوالا. هنايا من بعد ما كملت شغل وتو جاتني خرجة خفيفة ما كانتش في الحساب، خرجت جوست اكوتي هكداك، جيت للدار ريحت شوية، وانا جيت نتقاسم معاكم العشاء تاعي. وانا العشاء تاعي بدا على 3، تما العشاء هو الفطور ما نطيبش جينيرالمون فطورات لي ميكونش في الدار، الوغ نطيب فطور هو العشاء. هنا برك حبيت ندير شويه تاع لوبيا ماشطو، جبت لحم درت له صال شويه سمن شويه زيت ملح فلفل كحل، درت شويه راس الحانوت وخليتهم يتقلاو مع انا نحب اللحم يكون طايب، ما نحبوش يقعد هكذا، خلاص نديرو شويه تاع الماء نمرقو ونغلق عليه لاكوكوت ونخليه يطيب. كما قلت لكم هنا كانت عندي لوبيا ناشطو، فوالا نقيتها وشللتها بيان، وقطعت شويه حبيبات تاع البصل وطوماطيش، بس حبيت نديرها بالبصل وطوماطيش. هنا من بعد ما طاب لي اللحم لي فيه سيد هكذا بالموس، دخلت فيه الموس بطوطاب دخلو طياب بيان، كي طاب لي اللحم نرميلو هاديك اللوبيا ماشطو لي كنت نقيتها وغسلتها ودرتها في الكسكاس، نرميها لو تما، نزيد نحط عليها البصل وطوماطيش لي قطعتهم وكنت وجدتهم ديجا. فوالا هنايا قلت لكم برك الماء اللي قعد ما قعدش بزاف يعني فيه الماء، دوك تجي سوا سوا مع هذاك البصل والطوماطيش تزيد تلق الماء تاعهم سي بون. هنا قلت لكم زدت درت ان كويير تاع طوماط كونسونطري، درت لها شويه تاع العكريم وحليتها في شويه تاع الماء باش نفرغها من الفوق، فوالا حليتها في شويه تاع الماء، ومن بعد ما درت الطوماطيش والبصل نفرغ عليهم هاد لا طوماط كونسونطري، زدت هنا شويه تاع الفلفل كحل شويه تاع راس الحانوت، زدت البصل والطوماطيش على وسط لهم شويه تاع لي زيتيز، وزدت هذيك لا طوماط كونسونطري اللي شفتوها مخلطه مع شويه تاع العكريم والماء، ودوك نزيد نغلق على لا كوكوط تاعي ونخليها طيب هكا يكمل اللحم تاعو طياب، يزي يكمل هذيك شويه اللي قعدت له، ونزيدو نطيبو هذيك الخضره كامل اللي درناها. هنايا اللوبيا مشطو كانت عندي كونتيتي يعني كبيره، وخفتها تفسد لي في الفريكو، الو قلت نقيها غسلتها تانيك نقيتها بيا ودرتها الفور. فوالا نديرها هنا هاد لا كونتيتي لي قعدت لي، بلدي نخليها في الفريجيدار تفسد، الو قلت كيما قلت لكم نفورها
ونخبيها في دي ساشي ونحطها في الكونجيلاتور. فوالا هنا ما كانش عندي شويه الخبز، كانت عندي ربي خبزات شهيت كسره، قلت ولا غير ندير كسره. الوغ درت شويه سميد مويان، درت مغرفه تاع الملح، مغرفه تاع السكر، ومغرفه تاع خميره تاع الكاطو. فوالا تخوا كبيار، درت مغرفه تاع زبده، انا نحب نزيدها مع الاخر. هنايا درت كاع هذوك المكونات اللي شفتوهم معايا، الزيت، الزيت ندير واحد في قيمه فنجان تاع لاتاي اطري، ونطم بالماء نقعد هكذا نعجن فيها. درت المغرف تاع السكر، المغرف تاع الملح، المغرف تاع الخميره، ونعجن الكسره ديالي. كي نطمها بيان بالماء تولي عجينه، نزيد لها هذيك المغرفه تاع الزبده ونبدا نقطع فيها. نقطع فيها هنا ما وليت لكمش بالتفصيل باش ما تجيش لا فيديو طويله. فوالا هنايا الكسره تاعي كانت واجده، درت هذه البولات حطيتها ترياح. هذه لوبيا مشروع تاعي هنا سي بون طابت، يعني خليتها هنا نسيتها شويه طابت بزياده، معليش. فوالا درت حسابي بلي كاي طايبه، درتها في ساشي حطيتها في الكونجيلاتور. هذا فلفل، درت شويه حمص، قطعت شويه تاع كنشويه فلفل، فلفل قرشي وفلفل حار، وزوج حبات طوماطيش قطعتهم كامل، نقيتهم قطعتهم درتهم في المقلاة، درتهم شويه تاع الزيت وشويه تاع الملح وخليتهم يطيبوا. وانا جيت الكسره تاعي حليتها بالحلال، كبزه هكذايا مدوره، شعلت الفور ديالي، شعلت لابلاك، حطيت الطاجين يسخن. فوالا هنايا نحط الخبزه تاعي، نقطعها بياسر بالفرشيطه. درت زوج خبزات، يعني كنت حابه ندير كثر، انا نحب كي ندير كسره ندير كونتيتي ونخبيها في الفريجيدار، مي ما كناش بزاف يعني. وهنايا كل شيء واجد، هنا حطيت الطابله تاع العشاء، هاي لك لوبيا ماشطو تاعي بالحم، جات بنينه، جات هايله مجمره. وهذه الشليطه تاعي درت لها شويه زيت الزيتون. فوالا وهذا هو عشانا، حطيت شويه تفاح، حطيت شويه دلاع. هنا كان الحال سخون بيان سور، هاد ليام كنت تشوفوا راهي سخانه يعني دايره حاله. الوغ درت شويه قلتلكم لي فخوي اللي كانوا عندي، قطعت شويه دلاع، هذا الخبز اللي قعد لي، الكسره، الكسره جات هايله تاني، جات بنينه، وتعشينا. فوالا وهنا خلاص لا فيديو تاعي، ان شاء الله تكونوا دوزتوا دي بون مومون معايا. ميرسي، يعطيكم صحة، يعطيكم صحة على يعني لي كومونتير اللي راكم تكتبوا لي فيهم. ميرسي بوكو، ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. اذا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في لا فيديو في لاشين باش يلحقوكم كاع لي فيديو اللي راني حنديرهم ان شاء الله. ميرسي على المشاهدة، وباي باي.